سافر، والدتي ما كملتش تعليمي، اتجوزت بصغيره اصلا، انا متجوزه عندي 16 سنه، عشان انا عشت نفس المعاناه اللي هما عايشينها. اللي عايز يعمل بيعمل، اللي عايز يساعد هيساعد، هنفضل حاطين ايدينا على خدنا العمر كله ومستنيين لما حد يجي يدينا معونه او يدينا حاجه. لا، احنا نقدر نشتغل، نقدر نعمل كل حاجه. سيدة من إمام الشافعي، ساكنة وسط المقابر، بس في مساكن، مش ساكنين في المقابر النفسية، بس وسط المقابر، حوالين المقابر. ابتدت حياتي من أول ما أولادي ابتدوا يكبروا، ومعايا 3 أطفال. ابتدت معايا حياة الثورة، من أول الثورة كده الدنيا ابتدت معايا، إن أنا حاولت إن أنا أساعد. طبعا الثوره، طبعا البلد كلها وقفت، جوزي قعد فتره طويله من الشغل، حاولت اساعد جنبه، فبقى يشتغل فتره وانا بقيت اشتغل. مبقتش عارفه اعمل ايه، عايزه انزل اخرج بره، مش عارفه معايا اولادي، مش عارفه اسيبهم فين. فحاولت ان انا اساعد ولادي، فكان عندي المكنه السودا بتاعت والدتي الله يرحمها، كانت مديني فكره عن التفصيل، هي كانت بتفصل. ابتديت اعمل لنفسي الاول، واعمل لولادي، أقفز، أعمل ملايات، جابوا أهلي وساعدوني وجيراني، بقيت أوريهم من الحاجة بتاعتي، بقى يشوفوها عجبتهم، دي بقت تقول لي دي ابتدت هنا المشوار مع المكنة السوداء. طبعا المكنة السوداء دي لها معاناة شوية، لأن هي مش سهلة زي المكن الجديد أو المكن الحديث. عانيت معاها كام سنة لحد ما جت برضو موضوع الكورونا، الدنيا برضو بقت ملخبطة شوية، فحاولت برضو إن جوزي عمل حادثة بعد ساعتها، كان شغال على توك توك وعمل حادثه، فبرضه كنت مضطره ان انا اخرج. المكنه السوداء ما كانتش مساعداني قوي على ان انا اكمل الشغل بجد، او ان هي تساعدني، لان كانت على طول تبوظ، كانت على طول يحصل حاجه ما تطلعش الشغل مظبوط. فجت جمعيه العالم بيتي ابتدت تعمل المشغل في الجمعيه، كانوا بيبتدوا بيتكلموا على مشروع المشغل وكده، فوريتهم شغلي عجبهم، ساعدوني صراحه ربنا بمكن جديد اوفر وسينجر، وانا كنت الحمد لله كنت بعرف اقعد على اوفر برضو، كان عندي فكره. وفعلا المكان جالي في البيت وابتديت اشتغل، يعني عملت منتجات كتير وملايات، جهزت عرايس كتير قوي بالملايات والتقفيز وشغل الحاجات اللي هي الاطفال. جاي بعد كده فتحوا المشروع هنا، جيت وقفت معاهم، حاولت اعمل اللي انا كنت عايزه اعمله معاهم، مع نفسي يعني، مع اللي كان نفسي يحصل لي من زمان، حبيت ان انا اساعد بيه ناس، لان مش الفكره دي مش فكرتي انا لوحدي، كذا سيده في البيت عايزه تشتغل، بس عايزه تبقى في بيتها، مش عايزه تطلع بره. فكنت فعلا حابه الموضوع دوت يبقى مع السيدات كلها، اللي هي مش قادره تشتغل بره، او ان هي ما عندهاش وظيفه، او ما عندهاش مكان تروح فيه، ان هي تبقى زي تعمل مشروعها في بيتها، اذا كان بقى تفصيل اي حاجه من البيت تقدر تساعد بيها بيتها. والحمد لله ربنا وفقني في كده، ان انا جيت هنا المشغل وقفت معاهم في الجمعيه، وابتديت اعلم الناس سيدات في هنا، ودول بنات صغيره، في كمان سيدات امهات بتيجي، امهات معيله برضو بتبقى عندها عيله معها ايتام، عايزه تساعدهم برضو باي حاجه، اتعلموا الخياطه الحمد لله. ومعانا مدربين تاني سيدات، عندنا ابله فتحيه ومعانا ابله رضا برضو، اتعلموا بيعلموا معايا، بيساعدوني صراحه ربنا. فالدنيا هنا الحمد لله، نفس المشروع ده احنا دلوقتي بيجي لنا، المشروع مثلا كان نزل على النت وجاب الحمد لله ناس كتير عرفته، احنا بيجي لنا ناس من شبرا دلوقتي بتيجي تسالني ازاي عايزين نتعلم وكده، عايزين الموضوع ده، يعني بيقولوا يا ريت يبقى في مكان زي ده عندنا، هو للاسف مش موجوده غير عندنا في الامام الشافعي، فهم كمان نفسهم الموضوع دوت يبقى في اماكن كتير، وانا نفسي الموضوع ده فعلا يتفتح اماكن زي دي لتعليم البنات وتعليم السيدات في البيت، ان هم يقدروا يطلعوا حاجه كويسه ويقدروا يساعدوا نفسهم. لو كل سيدة جات لها مكانة في البيت وقدرت تسند وسط أهلها وحواليها وجيرانها، حتى هتقدر تعمل حاجة، وهتقدر تساعد جوزها، هتقدر تساعد بيتها. صابرين كانت، أنا الأول كنت في البيت قاعدة بشتغل على المكنة، دلوقتي بقدر يعني بشتغل هنا في الجمعية، بساعد ولادي، بكمل تعليمي، دي حاجة برضو كانت كويسة. أول ما كملتش تعليمي هو ده سبب إن أنا مكنتش عارفة أشتغل وأتوظف في حتة مكان برا، حابه دلوقتي الحمد لله في تانية ثانوي وبكمل تعليمي، حابه ان انا اوصل لحاجه، وحابه ان انا مش ابقى واوفى من المكان ده، ان شاء الله عايزه ابقى اكبر من كده.
انا في ثانيه ثانوي يعني 32. انا سبت التعليم من ثالثه اعدادي ما كملتش، كان في ظروف خاصه برضو مع والدي، كان متوفي والدتي ما كملتش تعليمي، اتجوزت بالغيرة اصلا، انا متجوزه عندي 16 سنه بس. فجاه كده وانا عندي 22 سنه لقيت امي بثلاث اولاد، والدنيا بقى هي اللي عملت معايا كده، ابتديت واحده واحده الحمد لله لحد ما وصلت اللي انا فيه، وحابه ان انا هنبقى اكبر من كده ان شاء الله، والمكان ده يكبر عن كده ونقدر نساعد ناس كتير، عشان انا عشت نفس المعاناه اللي هما عايشينها. يعني هو الجمعيه بتدينا فلوس هنا رمزيه، بس انا حاولت، انا حبيت ده، انا حبيت بقى اني عندي المكان وعندي ان انا اكمل مشروعي بكمله برده هنا، بس مديه وقتي هنا حابه علشان انا حبيت يعني الناس كلها تستفيد من الموضوع ده. يعني انا لما نجحت فيه الحمد لله قدرت اوفر حاجه لبيتي ولولادي، فحبيت الناس لان انا شفت معاناه كتير. انا اجتماعيه بحب الناس، الناس كتير بتيجي تحكي لي ظروفها، طب كل واحده بتقول لي ايه، انا نفسي ابقى اعمل حاجه، نفسي برده مش عارفه انزل اشتغل، طب ليه، نقدر نعمل كل حاجه، مفيش حاجه مستحيله، اللي عايز يعمل بيعمل، اللي عايز يساعد هيساعد، مش هنفضل حاطين ايدينا على خدنا العمر كله ومستنيين لما حد يجي يدينا معونه او يدينا حاجه، لا احنا نقدر نشتغل، نقدر نعمل كل حاجه، مفيش حاجه مستحيله. فحبيت ان انا اوصل كل ده لكل ست معيله، كل ام عندها بنت عايزه تجهزها، عايزه تقدر تعمل لها حاجه، مش حاجه يعني عيب ولا حرام، تقدر تشتغل في بيتها لو جبنا لها مكنه وقدرت اتعلمت معانا هنا. احنا بتجي لنا ستات كبيره، يعني ام بتبقى عندها بنتها عايزه تجهزها، مش قادره الواحد، مش قادره مثلا بابا متوفي، جوزها متوفي، مش قادره تكمل، بتشتغل وتجيب لها، وتقدر تخش لها جمعيه تجهزها بيها، تعمل حاجه، تجهز بنتها، تفصل لها ملابس بدل ما تروح تعملها بره وتدفع مثلا حاجه، لا تقدر تعمل هي لبنتها الحاجه اللي هي عايزه تعملها. لو مش هتشتغلي هتنفع نفسها، تنفع حاجتها، يعني لو مش عايزه تشتغل للناس تشتغل لنفسها. حاجه زعلتني شويه، ما قدرتش امسك نفسي فيها، وكان موقف هو كان موقف بسيط، بس ضغوط بقى وظروف بتخلي الواحد دمعته قريبه شويه. كان موقف مع ابني، يعني حاجه بسيطه كده حصل بيني وبين ابني، فما قدرتش امسك نفسي، يعني صعب عليا شويه. ازاي الست تشتري مفرش؟ يعني ممكن الست تروح تشتري مفرش مثلا للشيء الفلاني، معناها هي لو سمعتها ممكن تسمعها بطريقه تانيه. ده حقيقه جدا. انت اصلا التفصيل نفسه، انت ممكن تنزل تشتري حاجه، انا نزلت بنزل وسط البلد الاقي الحاجه اسعارها او السيده او العتبه يعني 200 و300، ان احنا لو اشترينا مترين قماش مثلا يعملوا 60 70 جنيه من المكان اللي هو الازهر او التربيعه، بتيجي تفصلها لو اتكلف على بعض مش هيتكلف 100 جنيه. ودي حصلت معايا كتير، الحاجات لنفسي انا شخصيا انزل المحل الاقيها 360 جنيه، حاجه ما فيهاش اي، انزل ابص لها وشوف تفصيلاتها واقيسها عليا واحاول بقى اروح حملها بنفسي. يعني انا فصلت البنت حاجات كذا، يعني انا عايبه بنوته صغيره بعمل لها، انا اخدمها على ايدي لنفسي برضو، لما بيعجبني موديل ولا حاجه بنزل اعمله، بيوفر معايا كتير، بيوفر ميزانيه. يعني انا شفت حاجه ب 360 جنيه في محل ما كلفتهاش على بعضها 100 جنيه، يعني وفرت 260 جنيه. بس انا لو هعملها بره مثلا هاخد مثلا مصنعيه هتكلف 150، هتبقى نص الثمن، لكن انا عشان جبت قماش بس وحاجه بتاعته ما كلفتهاش كتير. انا عارفه الخامات وعارفه القماشه ايه، فنزلت جبت الخامه والقماشه وعملت زيها بالظبط.